kill the bad guys and chew bubblegum. كيفية تحقيق الربح وسحبه من منصة أوليم تريد؟ لإجراء عملية إيداع أذهب إلى قسم الإيداع وأستخدم الدرهم أو أي عملة أخرى لشحن رصيد حسابي. أختار الطريق الذي سيتجه إليه المخطط وأفتح صفقة. إذا كانت التوقعات صحيحة فسأربح ما يصل إلى 80% من حجم الصفقة. أذهب إلى قسم السحب لسحب الأموال بطريقة مناسبة. جرب الآن. Kill the bad guys and chew bubblegum.